اهلا بكم من جديد مع هيثم في الصين. ما زلنا في سلسله حلقات بنتكلم عن خطوط الانتاج وماكينات الفيس ماسك. احنا دلوقتي طبعا كنا في مصنع عملاق اللي بيصنع المكن، احنا بنتكلم على تصنيع خط الانتاج المكن وليس المنتج نفسه. المكن اللي فاكرين كنا احنا اتكلمنا على خط الانتاج بتاع الكي ان 95 الفول اوتوماتيك، انا عملته فيديو سابق تلاقوه على قناتي على اليوتيوب هيثم في الصين. ده الماسك الكي ان 95، دي المكنه الخط الانتاج اللي انا بعرضه. خط الانتاج ده طوله حوالي 10 متر تقريبا، الطاقه الانتاجيه بتاعته بتعمل من 30 ل 50 ماسك في الدقيقه على حسب السرعه اللي انت بتحددها. احنا قلنا ان البار بتاع اللي بيشيل الرول بتاع الملت بلوين او بتاع زي ما احنا شفنا مثلا هنا كده، هتلاقيه بياخد 6 رولات. زي ما احنا اللي هنا لو بصينا هنلاقي الماسك اللي المكنه دي بتعمله 5 طبقات. ادي طبقه 2 3 4 5، وممكن نعمل 6 طبقات. خط الانتاج مجهز انه يتعمل 6 طبقات. زي ما احنا شايفين كده كلهم الست طبقات بيرتبطوا ببعض لحد ما يخشوا على اول جزء هنا على الهيد او الراس دي، عشان هي اللي بتنقر بتدي اللي هو الشكل الحلزوني اللي انتوا شايفينه. طبعا دي كلها بتشغل بالالتراسونيك، عشان كده قلنا الخط الانتاج ده بيحتاج 4 اجهزه التراسونيك. معرفش هي موجوده هنا نقدر نشوفها ولا لا. زي ما احنا شايفين ادي بعض منها اهي، واجهزه كلها تحت موجوده تحت زي ما احنا شايفين. طبعا الهيد ده اهم حاجه، الهيد ده اللي بيقسم الماسك نفسه عشان بعد كده يطلع من الاطار اللي موجود فيه. نيجي هنا للجهازين بتوع الالتراسونيك اللي بيعملوا الافتك. احنا بنحاول طبعا ان هم يشغلوا، لكن هو مشكله لما بصراحه الجهاز لما بيشتغل اجهزه الالتراسونيك بتاثر على الصوت. انا نفسي دماغي بتعبني شويه، واللي بيأثر على الصوت بتاعي هيبوظ في الفيديو، فاحنا عشان كده طالبه منهم يوقفوا المكنه. زي ما احنا شايفين دي المكنه اللي بتعمل الاستك او اللي هي الايرلوب، مكنه الايرلوب اللي بتعمل الاستك ده، انه زي منه فيه زي ما بيقولوا. زي ما احنا شايفين ادي ناحيه وادي الناحيه الثانيه. بعد كده يكمل الماسك سريان لحد ما يجي لمرحله الطي، مرحله الطي عشان يطوي الماسك بنفس الطريقه دي كده زي ما انتم شايفين في مثلث هنا كده موجود يعمل طي للماسك، وبعدين يخش هنا. بعد ما بيخش هنا على طول هيبتدي يلحم، ولما بيتفتح الماسك بيبقى الماسك اصلا بيبقى جاي من هنا زي ما هو جاي بالشكل ده. فاحنا محتاجين نعمل عمليه لحام، محتاجين نعمل عمليه اللحام دي ادي واحد، ومحتاجين نعمل عمليه لحام ثانيه ادي اثنين. الجزء الحلقه دي بتتعمل هنا، بيتكوي هنا الماسك عشان يطلع لي في الاخر ماسك زي ما احنا شايفين كده اهو. الماسك واحنا شايفينه بعد ما طلع دلوقتي حالا الماسك اتلحم واشتغل، واقدر ان انا البس الماسك بكل مرونه وبسهوله زي ما احنا شايفين كده مع بعض اهو. الماسك انا لابس ماسكين مع بعض كده يعني، فبوريكم ادي طبعا طبعا تجربه. طبعا هنا كل ده كلها حاجات تحت التست، تحت الاختبار، عشان بيشوف ايه العيوب، لان هنا كل ده المكن اللي هو تحت الاختبار عشان يشوف ايه العيوب اللي فيه لو في اي حاجه حاصله في الماسك. زي ما قلنا الخط الانتاج كله طوله حوالي 10 متر تقريبا عشان يطلع لنا الكي ان 95 في الاخر بالشكل اللي احنا شايفينه. حتى الطباعه اللي بتتكتب عليه الكي ان 95 او اذا كنت هتكتب عليه سي اي اللي هي شركه الاتحاد الاوروبي، او هتكتب عليه اف دي اي، وان كان لا ننصح ان انت تكتب عليه لا اف دي اي ولا سي اي ولا اي حاجه، يكفي فقط الكي ان 95 تكتب عليه. طبعا احنا وانا ما زلت بنصح دائما في الكي 95 مفيش مشكله، ممكن ناخد الفول اوتوماتيك كويس بصراحه، وطبعا هو ثمنه مكلف شويه، لكن بصراحه بينجز في الوقت، وما يعني مش معقد زي 3 بلاي. انا قلت قبل كده تاني 3 بلاي ماسك انا افضل السيمي اوتوماتيك، الكي 95 افضل الفول اوتوماتيك. الاثنين ميكانيزم مختلف تماما، ميكانيزم مختلف تماما. هنا الفول اوتوماتيك ما فيهوش اعطال ومشاكل زي الاعطال اللي فول اوتوماتيك بتاعت الثري بلاي ماسك ده. يبقى فاينلي اخيرا هيثم في الصين بينصح ان لو هناخد المكن اللي هنعمل مكن الثري بلاي اللي هو الديسبوسابل ده، ناخد السيمي اوتوماتيك اللي هي المكن اللي بتعمل الماسك بس كده، وبعدين المكنه الالتراسونيك اللي بتلحم الاستك او اللي هي الايرور. لو هناخد الكمات خط الانتاج هنصنع الكي ان 95، ناخد الفول اوتوماتيك بالتاكيد اشيك واريح واوفر وافضل عشان يطلع لي الماسك اللي احنا شايفينه في الاخر اللي احنا شايفينه ده.
دي مكنه الـ K95. طبعا احنا اللي بنعمل التعاقد بنأمن لكم، بنأمن لكم الديل كله لحد ما المكن يوصل عندكم ويركب ويشتغل ان شاء الله. تابعونا على جميع منصات التواصل الاجتماعي، فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، سناب شات، ولينكدين، كل تحت ميسن فصين، وعلى الايميل والواتساب المرفق رقم في كل ما هو جديد دائما. والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ورمضان كريم.